كبير عليك. مشاعري حزينة علي، تركت بلدي هي سوريا، ما عندي إحساس يعني، بس هيك لأسباب يعني. جت ثاني يعني إخوتي خافوا ما يناموا بالبيت، ناموا بالقبو يعني، قصفوا أمرات يعني، جت قذيفة بالبيت و يعني أدى إلى استشهاد أمي وولاد عمي اثنين. الساعة 7 بروح على الخبز، بجيب خبز وبرجع، أمرات يعني بكل دكان أنقص بضاعة، بنزل بجيب بضاعة وبرجع يعني، شبس وبسكوت. بضلني قاعد بالدكان للمسويات. عمرات بنزل تحت انه ما في كهرباء عندنا هون، بناخذ الفوانيس والشحن، الفوانيس والميزان، عندي كمان ميزان وموبايلات عشان نشحنها. لما يكون وقتي فاضي بلعب طابة وبس. ما بشجع اي يعني، ما بحب اتفرج، بس بحب العب انا وزملائي. شجع حدا انه ما بحبش.